كنا انا تيفقسو تبارك الله عليك. ماشي مشكل، الله الا ما سمحوا لينا. خرجت ساعة خرجت وما يمكنش لي انا اي حاجه درتها، ما كاين غادور 120 ولدام كان عصايب هذا. يلا شحال هذه 20 دقيقه. اذا مبروك بعد الفوز ديال الفريق، فريق الوطني اللي ادخل الفرحه على المغاربه كاملين ودخلها على الامه الاسلاميه والعربيه الى اخره، ولكن لنا راي اخر. والسلق جاء من ترجع كما فرحتي المغاربه وداك الشيء، ترجع فرح فرح الموظفين المتقاعدين، ما تقولش لهم الميزانيه راه الله غالب تاني، فرحهم معيشه راه طالعه والمسائل، وفرحهم. شو تقول لهم راه ما كاينش زياده في الاجور؟ لما كاين زياده في الاجور راه كاينه دوت بروسيدور، اجراءات اخرى ديرها، و 90% ديال المتقاعدين اللي ما غيستافدوش من التخفيض الضريبي خاصك دير لهم حل، وهاد النقابات وهاد الاحزاب وخاصهم يديروا حل لهاد الفئه اللي دائما تيكون التخفيض الضريبي ما عمرها تيستافدوا، راه 10% اللي تتستافد من التخفيض الضريبي ولا التفخيض الضريبي ولا الهم لك حل. اذا عندنا واحد التعقيب على واحد الدكتور اسمه فؤاد هواجه ولا شنو هو، قال لك في المغرب في حاجة، المغرب في حاجة إلى رؤوس لافوكا باش يكونوا قال لك في مناصب مهمة ويديروا إلى آخره، باش ما نبقاوش نحلموا بزاف. المغرب في حاجة إلى تعليم جيد أولا، إلى منظومة تعليمية تربوية تكوينية، إلى إرادة سياسية. راه من 85 تم استهداف التعليم، يعني تم استهداف الأجيال المقبلة منذ 85 حتى وصلت لهذا الشيء اللي كاين عليه، لأن تتشوف جينا نشوفو نديرو واحد يعني نديرو واحد المقارنة بين ديروا واحد المقارنة بين فريق المنتخب المغربي ديال 86 والآن، تنشوفوا بأن المنتخب اللي كان خرج هذاك من رحم يعني المدرسة الكروية المغربية المحضة، كان هذيك الساعة فارية وكانت هناك ديور الشباب تيخدموا تيديروا الدور ديالهم، كانوا لي جو سكولير اللي عطاونا ابطال مثل عويطان مثل قروج مثل ابطال اخرين، كان في جميع المجالات كان هناك اهتمام هذيك الساعه بلي جو سكولير، وكانت عزيمه، وكان المغرب جاي في واحد ذاك 85 هو تنزل شق استهدفوا التعليم المنظومه التعليميه ديال 85 86 راك شفتوا هذوك ابطال كلهم ابناء المغرب كبروا ودوزوا يعني داك الفرق ديال الاحياء وداروا هذا الى اخره. اما الان هذا مختلف تماما، هادو ابناء الجاليه المغربيه اللي تنفتخروا بهم اللي دخلوا النيت فعلا علينا الفرحه لكل شيء هادشي، ولكن راهم تولدوا تما وكبروا تما ترعرعوا تما، من ستارك اللي عنده 6 سنين داخل الكلوب مدرسة كروية ديال أوروبية فعلا، التربية والتعليم في المدارس ديالهم في يعني السيستيم إيديكاتيف النظام التعليمي تما راكم عارفين كي داير، العناية بالأطفال كل شيء متوفر لهم، وخريجي مدارس كروية ومعاهد ديال داك اللي هي أوروبية اللي هي من كبريات المعاهد والأندية، وكلهم تيلعبوا في أكبر الأندية، راه ماشي أجي يدخل أكبر الأندية لما كنتيش نيت، ماشي بحال هنا.
ماشي بحال هنا. اجي ودخل محسوب ديال الزبون يا ودي. انا بغيت تسجل في النادي خاصك معايا يوم الاولو. حتى واحد ما شاب عتب كرشو واش غادي يمشي يدير في النادي؟ ذكرى جميع المسائل متوفره ليهم. ذكرى خاصهم يضربوا كاس العالم ماشي يضربوا هادو. ما راك كلهم كاينين تما 70% منهم. بالنسبه ليا تجيني عاديه، لا غلبوا اسبانيا ويغلبوا البرتغال ويشدوا كاس العالم عندي عادي. الصوم دي زات ليت راه ماشي شي واحدين عاديين، ولكن اعطيني شي واحد يعني من المغرب تولد في المغرب وتكون في المغرب وقرا في المغرب ودار في المغرب وتكون مشى لاوروبا لعب. ما نظنش انا شي واحد كاين، ما نظنش. كاع المخيرين فيهم كان قبال لقينا حنا في داك، كان مشى التيمومي وكان مشى خيري. خيري تلاقيت به نيت في السيب، مطار السيب الدولي في سلطنة عمان انذاك. كنت يمشوا للدول العربية وقول لي شي واحدين خريجي المدرسة المغربية ما داك راس لافوكا ولا راس درافوكا. راس درافوكا راه 6 سنين راهو جالس، راه كبر في فرنسا ولا ما عرف فين كبر. الاغلبيه ديالهم الدارجه ما تعرفوش هضروها مزيان. مع احترامات هذه وجهه نظري على بالنسبه لهذاك الرد ديال هذاك الدوز. راه عادي عادي يربحوا البرتغال ويربحوا كاس العالم. خاصنا اراده سياسيه، خاصنا منظومه تعليميه. الله غادي يبداوها الان، الله زين باغيين يبداوها يبنوها. كنت بنات في 2000 هذاك الاصلاح ديال المنظومه في 2000 كون عطاتنا بحال الاجيال المغاربه بيور من هنا. وقول لنا لذاك هادو شطاونا شطاونا زيد تاني راه خاصك استثمار. حنا الله غالب، خاصك تستثمر في المجال الكروي ومجال العنصر البشري وبزاف ما يتقالوا على لسان تقال. يلا تبارك الله عليكم ولينا تنهدر. يلا شوف.